لا شك أن تم التواصل بين قيادة الحركة وقيادة القيادة في الجمهورية التركية، سواء من خلال وزير الخارجية الأستاذ حقان، المستشار حقان فيدان، أو من خلال زيارة قيادة فيدان أو قيادة الحركة أيضا لرئاسة الجمهورية. وكان الحديث عن إطلاق سراح بعض المحتجزين الذين أشرنا في بداية عملية 7 أكتوبر إلى أن احتجازهم كان حفاظا على سلامتهم، لأن قوات الجيش الصهيوني كانت في يوم 7 أكتوبر تقصف المنازل والبيوت والمقرات بمن فيها من كتائب القسام أو من غيرهم، سواء من العمال أو حتى من الصهاينة سكان المستوطنات، وهذا الذي اعترفت به لاحقا صحيفة معاريف وصحيفة هآرت في تحقيق المبدئي لوزارة الداخلية. فنعم كان هناك تواصل حول هذا الموضوع من طرف الإخوة في الجمهورية التركية، والإخوة حملوا هذا الطلب وتعاملوا معه، وتم ترتيب إطلاق سراح حوالي 11 محتجز من الجنسية التايلندية في التبادل الذي تم أمس. فأمس كان الاتفاق أن يطلق سراح 13 صهيونياً، فتم إطلاق 24 منهم، 11 تايلانديا، استجابة لهذه الوساطة الكريمة من الإخوة في الجمهورية التركية مع قيادة الحركة في قطاع غزة.